صباح الخير ونهاركم زين، ان شاء الله نهاركم مبروك. الوغ اليوم نهار جديد ومعنا فيديو جديد، ان شاء الله يعجبكم وتتمتعوا به. هنا راكم تشوفوا احنا رحنا دينا الطوموبيل باش نغسلوها، هي شويه مغبره ياسر، قلنا خلينا نغسلوها مادام كنا بعد لا ستاسيون تاع لافاج، قلنا اون بروفيت وقلت خلينا نصور لكم اون ميم طون. احنا انا لداخل درك في نص الطوموبيل، تفاصيلي اللي يسكنوا هنا كلها يعرفوا العفسه هذه يعرفوها كل. المهم البارح طيبت عشايا ومازلت نوجد في حوايج ووجدت الفريك، ودرك تشوفوا كي نوريه لكم كيفاش رحيته وكيفاش وكلش. وكما قلت لكم مازلنا نوجدوا رمضان، وان شاء الله يدخل علينا بالخير والبركه وبنعمته ان شاء الله. هو ديما رمضان راهو يجي بخيره، مهما كان يجي ديما بخيره رمضان، وربي يدومها علينا نعمه ان شاء الله، وان شاء الله ديما زاهيين وديما فرحانين وكل، وربي يسمعنا على بعضنا غير الخير ان شاء الله بركه هذه العواشر كما يقولوا. الوغ نشكركم كل 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 على لي كومونتير ولي جولي لايك اللي تحطوا فيهم، ونقول لكم ربي ان شاء الله يجازيكم على قد واش قاعدين تفرحوا فيا بالحوايج هذه. فوالا ربي كافيكم عليها ان شاء الله، وان شاء الله ما يكون غير الخير ما بيناتنا. وانتم تفرجوا في لا فيديو هذه ان شاء الله تتمتعوا بها. وعندي لكم لهنا درت بتيت غوسيت هكاكا بركه، بطاطا درتها بلي بيلون طيبتها، ونوري لكم كيفاش ندير الحنه وكيفاش نرحي الفريك نتاعي، لا ميثود نتاعي كيفاش نعملها. دركا تبعوا معايا لا فيديو، جيسبر تعجبكم ان شاء الله. درك راح ندير معاكم الغوسيت اللي نعرفوها، راح ندير بطاطا في الكوشه، بصح هي ماهيش في الكوشه، رايحه نديرها البطاطا في هذا في لافريتوز هذه اللي شريتها المره اللي فاتت، جيسبر مازلتم متفكرينها. الوغ راح نطيب فيها البطاطا تاعي، رايحه نحط فيها هذوما لي بيلون هذوما، ها راح نطيبها بهم ونشوفوا كيفاش دير، باسكو هي يطيب جينيرالمون اون برينسيپ، اون برينسيپ طيب كيما الفور اكزاكتومون. دايوغ اختي قالت لي بلي جربت فيها الخبز وطيبته لها. حاجه واحده لازم كيما في الكوشه اللي ما عندهمش شالور تورنونت، اللي عندهم ان فور ماهوش تاع شالور تورنونت، يخي يطيبوا من تحت من بعد يطيبوا يشعلوا من فوق. الوغ هو سي لو كونترير، نطيبوا يطيب لكم من فوق ومن بعد تقلبوا الخبز تاعكم ويطيب على الجهه الاخرى نورمال. فوالا هو ايكونوميك في التريسيتي، وكي طيبوا حاجه اللي تعمل الريحه كيما الحوت كيما هكا الحوايج اللي يدير الريحه كيما المرقاز، ولا كي طيبوا فيها ما كان حتى ريحه في الدار، هذه هي الحاجه المليحه فيه. الوغ درك ريحه نبدا، الوغ لو بول تاعو قدامي هنا، واش رايحه ندير؟ رايحه نبدا نقص البطاطا. البطاطا اني درت كعبات بصح ما على باليش نديرهم كلها ولا لا. المهم درك نشوف، درك نشوف و نو واش يا ام شكون معليش يا سيدي. فوالا ادم سيتو بلي نو ادم حط في بلاصتها يزي. الوغ نكمل نقص، نقص البطاطا نقصها شوية، نقصها كيما هكا باسكو فيها شوية دجاج لازم نعطيها الوقت باش تطيب. الوغ رايحة نحط كلش مع بعضها كيما قاعدين تشوفو،
الحمص راح نحط النص برك ما نحطهاش كامله. فوالا نقصها كيما هكا اون لامين. ندور لكم هكا باش تشوفوا. ولا خلي نقصها كامله برك، خلي نحطها كامله. انا عندي نحب البصل ياسر. طماطم ما نعرف قاعدين تشوفوا ولا لا، درك نحط كلش هنا راكم تشوفوا مليح. الوغ حطيت البطاطا، واش راح نحط؟ حرقني البصل. درك نحط الطماطم، الطماطم كيف كيف نقصها طويله كيما هكا. هادي الطماطم اللي شريتها الاخرى من هذيك اللي تجي صفراء، ما تجيش حمراء ياسر وما فيهاش الجو ياسر اصلا. فوالا هكا برك وما نكترش. نزيد نحط الفلفل الحلو، نقصو كيما هكا ندور برك على الطول. فوالا يلا خلي نحطو كامل. عينيا دمعوا. أني كنت لبرا اليوم، اليوم محسوب عشية كاملة وأنا لبرا. كوا؟ أوبس. أنا هنا كملت بهادوما، كملت بيهم. ألوغ عندي لو شوا، ندير بسمن هذا، رايحة نجرب نطيب بيه. هذا ميزة بالحاسة ماما. من بعد من بعد من بعد حطها لي من بعد نكرازيوها. من بعد ادم سي تو بلي، سي تو بلي ادم، تخلينيش نتغش عليك. نوبلي با تو ما بريبار ان ديجيني. داكوغ. بون رايحة نحط مغرف، هادي نتاع السمن اللي درناه مع بعضنا. نحط المغرف، نحط معاها شوية نتاع الثوم هذا. بون هادي خمجتها، نجبد واحد اخر. نحط الكركم. عينيا بالسيف نحل فيهم بالدموع يا الهي. ولا نقول لكم حاجه، رايحه هدايا نخلطو كيما مالفين مع الماء. الماء ونحط فيه شويه نتاع طماطم كونسونطري. او مون ديو، مغرف صغيره نتاع طماطم كونسونطري في ابو بري واحد اون باديغ كاس ونص ولا كاس وربع نتاع ماء. او دي مونجي لا لا. دونك نحط شويه نتاع كركم نص مغرف، نحط شويه نتاع فلفل احمر. فوالا واش نزيد نحط؟ ما رجع المغرف هنا، راني نبكي. ونحط الفلفل الكحل، ونحط شويه خلاص نتاع الملح. نخلط كلش مع بعضه. وعندي هنا باردون، عندي هنا لي بيلو هذوما ولا الركبه نتاع الدجاج. كيف كيف نحط كلش مع بعضه، تابعوا معايا. ونرمي عليهم هذاك الماء، الماء اللي شفتوني تفتفتوا درك الدموع تاعي هابطه. هالا هالا نخلط. ها ها كيفاش؟ فوالا سي تو. درك نرجع مع فوالا. الوغ درك واش رايحه ندير؟ معليش نحطها نظيفه. نجبد هذا لاباغي نتاعي، نحط الخلطه تاعي اللي عملتها درك، ونرقليه نرقليه على 30 مينوت. حطيته في 30 دقيقه على اون تمبيراتور دو، استناوني ما نشوفش مليح، دو 120 دوغري 120 درجه. اللي شراو هذا لاباغي 120 دوغري 30 دقيقه. ها
شوفوا كي ديروه انتوما تقدروا دو طون زون طون تحلوه، تحركوا شويه الا حبيتوا تحركوا، وتعاودوا ترجعوه بلا ما تمسوا هادوما. هادي قبل ما يفضوا لي 30 مينوت. طيب دونك تشوفوني كي نرجع له نحرك شويه، باسكو النار اي من فوق ومن تحت ما كان والو. دونك مي اوبليجي كي نطيبوا حاجه كيما هكا دو طون زون طون نحركوا الخلطه تاعنا للداخل. فوالا نخليها درك، شوفوا تمتم يسخن تمتم، نخليها دركا ونعاود نرجع. الو درك نوريكم واش اسمو هذا الفريك، الفريك اللي درتو قدامكم. ها اللي درتو قدامكم ها هو يبس يبس وقعد اخضر كيما راهو، قعد فريمون اخضر. انا ما نرحيهش كامل كيما قلت لكم، باسكو كون نرحيه كامل راح يفسد لي المولان تاعي، الرحايه تاعي راح تفسد لي. دونك انا واش ندير، نرحي بالطرف اللي نسحقو. فوالا باغ اكزومبل تاع تطيبه ولا زوز برك، ومن بعد نخبي الاخر في الباطا تاعو هادية. عندي الباطا هادي، هذا الفريك نتاع العام اللي فات، الفريك نتاع العام اللي فات اللي جابتو لي حبيبتي، هذا قعد لي مني شويه هذا. دونك رايحه نزيد نحطو معاه ونخلطو، وملي نحتاج نجبد نرحي. وهذاك واش رايحه ندير درك، هذاك واش رايحه ندير، الطرف هذا رايحه نرحيه قدامكم والباقي رايحه نخبيه. ها هو غسلناه وقلناه مليح. فوالا بسم الله. فوالا بعد ما ترحل الطرف هذا، انا رحيت هذا الاول، رحيت شويه هذا ودرك رحيت الطرف الثاني. فوالا دركا واش رايحه ندير، رايحه نحطو مع الاخر اللي رحيتو الاول، نحطو مع هذا نخلطو. فوالا الوغ شوفو نشفى ماما بكري ربي يرحمها كانت تدير في 10 كيلو نتاع فريك، ومن بعد تغسلو كيما درتو قدامكم، ومن بعد تديه رحبة الزرع وترحيه كامل مع بعضها، ترحيه مرة واحدة، ومن بعد بيان سيغ تعطينا كل واحدة تعطيها بايعة. الوغ أنا كوم نخاف عليها تتكسر لي هادية، نخاف عليها تتحرق تلز عليها ياسر، دونك رايحة نخليها نرحي بالطرف، نرحي بشوية، نرحي تاع نهارين تاع ثلاثة سا ديبون، ستادير تاع برما زوز ثلاثة سا ديبون، المهم ما نكثرش عليها باش ما تتحرقليش. الوغ كي ترحيوه كامل، كي ترحيوه بلا كونتيتي كبيرة ثلاثة زوز كيلو سا ديبون، كي تروحوا للدار بعد ما ترحيوه عند الرحاية عند اللي يرحي، كي تروحوا للدار تصفيوه، نحيوا الخشين وحده، ومن بعد الغبرة هذيك اللي تهبط تخبيوها. كي تكيلوا نتوما باش تطيبوا تحطوا الكيل تاعكم العادي، ومن بعد واش تحطوا معاه، تحطوا معاه الغبرة اللي نحيتوها دو كوتي. انا كوم مانيش رايحه ندير كوز كونتيتي نرحاها مع بعضها، رايحه نخلي كلش مع بعضها بالغبره بالكلش ونكيل برك ونطيب في الجري تاعي. فوالا هذه هي درك رايحه نخفي هذا، بالك يحكم لي بوتيتر يدير لي ثلاثه تطيبات نتاع جري تاع نهارين، كل تطيبه بنهارين ندير في رمضان. درك رايحه نخفيه وملي نسحق نعاود نجبد ونرحي. مازلت غير نوريكم كيفاش درت الحنه، كيفاش درتها. انا درتها الصباح وكنت رايحه نحني وكلش، ومن بعد كي جاتني خرجت غلفتها بالسيلوفان، ودركا كي نكمل العشاء ونكمل كلش رايحه نحني شعري، تقعد في شعري واحد ساعتين هكا ومن بعد نحيها. فوالا هذا هي واش عندي ليكم، كملوا معايا لا فيديو وحتى نطيب العشاء تاعنا ونوريهولكم وهو مسدي ان شاء الله. هلو غالوغ شوفوا رايحه اليوم واخيرا رايحه ندير الحنه كما تعرفوا، انا ندير هذه تاع اغومازون كولوراسيون فيجيتال. ما فيها اوكان برودوي كيميك ولا صبغه ولا. الوغ عندي لو ساشي نتاع الحنه نفرغوا لهنا، اللي ما عندهمش الحنه هذه نتاع اغومازون في البلاد معليش يستعملوا الحنه نتاع الورق. الحنه تاع الورق تشريوها
وتنحيوها تصفيوها كيش ما فيها حوايج مش مليحه ولا. المهم شريو الورق نتوما، ما تشريوهاش مرحيه كيما هكا. ها كي تشريوها من البلاد، نهضر عام البلاد، شريو الورق اي تتباع. انا مره شريتها فوالا، شريو الورق ونظفوهم، نحيو لهم كيش ما فيهم، ومن بعد ارحيوهم. ارحيوهم كيما بالرحايه تاع القهوه برك. ما عندكمش الرحايه هذيك بيديكم وقعدوا رحيو وصفيو بالكسكاس بالسيار بلوتو، حتى انتو اللي عندكم اون بودغ وديروا بها شعركم. المهم ما تشريوش الحنه المرحيه ديجا، الحنه تاع الورق المرحيه ما ننصحكمش بها. دونك واش راح نحط فيها الحنه تاعي هنا؟ قلت لكم لا بودغ داملا، غبره املا، سي اون بلانت. ها هي ها هي، نعرف تشوفوا فيها ولا لا باينه لكم. اوغ كاين الويل املا اوسي، ها الويل تاع املا كيف كيف. الا ما عندكمش لا بودغ تاع املا، لا بودغ داملا بالعربيه تاني يعيطوا لها املا، كيف كيف اشريو الزيت معليش. الوغ لهنا رايحه نحط مغرف، مغرف صغيره، نحط مغرف صغيره نتاع لا بودغ داملا. ها مغرف صغيره نحط عليها كيف كيف مغرب صغيره تاع لا بودغ دو فونوغريك، سيتادير لا بودغ نتاع الحلبه. ها نتاع الحلبه، ما عندكمش لا بودغ اشريو الحلبه ورحيوها. المهم رحيوها مليح نتوما برك. رايحه نحط كيف كيف مغرف، ها هي نخلطهم مغرف مغرف مع الحنه. مليحه للشعر تقويه، ها وتعطيكم تنحي لي فورش وهذيك الحوايج اللي مش مليحه، شعركم يولي يتغذى ويولي مليح. فوالا لهنا رايحه نحط ابوبري مغرف نتاع زيت زيت الخروع، الويل دو غيسا، نحط مغرف. ها هي زيت الخروع. الوغ الزيت حطوا واش حبيتوا، انا بحكم شعري فيه مشاكل شويه نحط له هذه الزيوتات، مي تقدروا تحطوا دي زويل اخرين. لهنا عندي الويل دو موتارد. الوغ الويل دو موتارد الخاصيه تاعو يطول الشعر، اللي شعرهم قصير ويحبوه يطول. باغ اكزومبل احنا سايي داوينا شعرنا ولاو يخرجوا لنا لي بيبي هير، هذوك الشعر الرقيق هذاك اللي يخلف، باش يطول لي في ساعنا نستعملوا هذه لا الويل دو موتارد. ما عندكمش الويل دو موتارد تقدروا تستعملوا لا موتارد اللي نديروا بها السلطه ولا نطيبوا بها، هذيك تاني مليحه. الوغ هذه وسي رايحه نحط مغرف كيف كيف. فوالا نحط مغرف، ودركا رايحه نبلها بالماء دافي، نبلها بالماء دافي، ما تستعملوش الماء بون جو بونس نستعمل المغرف خير، ما تستعملوش الماء بارد، استعملوا الماء دافي ومش سخون، راني نقول دافي. فوالا الحنه تاع الشعر راهي تجي طريه، ما تجيش كيما اللي نحنيو بها يدينا. هذه قلتها لكم ديجا، ميم التخليطه نتاع الحنه خلطتها ديجا قدامكم ووريت لكم واش نحط فيها انا. الوغ الزيت حطوا واش تحبوا نتوما، انا هادوما باش خاطر شعري قاعد يخلف باش يكبر في ساعة يطول في ساعة، هذاك اللي يخلف نستعمل له الويل دو موتا، هذا باش يقوي لي الشعر تاعك، تعرفوه الزيت الخروع مليح، وهادو ما كيف كيف يغديو الشعر تاعنا. وكي يتغدى الشعر يروحوا لي فورش ويروحوا الحوايج اللي مش مليحه كل فيه تروح. فوالا هي ماشي سهله باش تتخلط، راكم تعرفوا الحنه كيفاش. فوالا جو كوا ناقصه ما رايحه نزيدها، ويعود عندكم اون بيل بريونس في شعركم، ويعود شعركم تحسوا به ارطب وخفيف وفريمون على الكيف. اون بليس تعطيكم الحنه اون تري تري بيل كولور. وكاينه كيما قلت لكم حنه نوتر، الحنه نوتر تتعمل للناس اللي ما يحبوش شعرهم يولي احمر ولا لون الحنه. ها حنه نوتر داوي الشعر بصح ما تعطي حتى لون، فهمتوني ما تمد حتى لون. هذيك تاني تلقاوها تتباع، انا جينيرالمون نشري من اغومازون كيما قلت لكم. نلقى فيه لي برودوي ما همش مغدورين و دي برودوي بيو وناتوريل. فوالا هاكم تشوفوا فيها كيفاش.
شعري قصير دونك ما نسحقش حنه، ما نسحقش لا بودغ تاع الحنه ياسر. والحنه اللي يقولوا لكم ما يتطلعوا مليحه وما نعرفوا شي هي هذيك راهي فيها الصبغه، راهي فيها الصبغه هدية ما فيها حتى شك. الحنه المليحه راهي ما تطلعش في ساع في الشعر، وتحبوا تجيكم بالكولور تاع كيما نقولوا عنابي تاع قسطلي تاع هكا، بعد ما تحنيوه نحيوا الحنه تاعكم، شلوا شعركم الحنه وديروا لا بودغ دو كاتام. لا بودغ دو كاتام كاين اللي قالوا لي كاينه في البلاد، غبره الكاتام هذيك تاني ديروها كيما هك، بلوها كيما الحنه كيما الحنه، وتحبوا حتى تزيدوا تحطوا فيها لي برودوي ما كانش مشكل. وخليوها في شعركم ابري واحد الساعتين هكاكا على الاقل، خليوها في شعركم راح تعطيكم اون تري تري بيل كولور لشعركم كيف كيف. هذوك اللي عندهم الشيب والحنه ما تنحيش الشيبه، اي ما تنحيش الشيب الحنه، بالعكس رايحه تعطي اون كولور اورانج، راح تولي لا كولور تاع شعرنا اورانج تشيني كيعود فيه الشيب. دونك احنا باش نحيو لا كولور هذيك بعد ما نحيو الحنه تاعنا رايحين نديرو لا بودغ دو كاتام لي نحلوها كيما تشوفوا الحنه اكزاكتومون، نستعملوها كيما الحنه اكزاكتومون. فوالا نحطها درك دو كوتي لهنا، نقفل القرعه باش ما يتبزع ليش، هي قريب تفض ليها مازالت لي تاع مره واحده برك. الوغ هنا اللي قالت لي الماسك نتاع الرجلين انا شريته من مش من لانكرويابل، من الاخر من نورمال، شريته من نورمال. ها هو هذا هو اللي نستعمل فيه في رجليا، تلبسوه كي تقاشر فيه ان برودوي راح يطري لكم الجلده هذيك تاع الرجلين. ودرك نعاود نهضر لكم عليها اون بروشين فوا ان شاء الله، وعندي لكم اون اوتر ريسيت باش نحي لكم هذاك لي بوسه هذيك الحاجه كيف يقولوا الشقاق هذاك اللي يجي من هنا. عندي لكم اون استوس واحده اخرى تعملوها كي عود ما عندكمش هادو ما تقاشر. فوالا هادو ما يتحطوا تلبسوهم يطريو لكم، ومن بعد تكرتوا بحاجه تاع تحطب ولا، وتكرتوا وتنحيوا مره على مره حتى تتنحى لكم كومبليتومون وتتهناو منه كاريمون. فوالا هذا واش عندي لكم دركا. الوغ بعد ما نحني شعري بيان سور ما ننساش نغلفو بال يا هذا يا سيلوفان هذا، يا اما ندير بساشيه نربطو بساشيه باش ما تشيحليش وما تيبسش الحنه تاعي. فوالا نخليكم على سويت نتاع لا فيديو دركا اي تو تالا. فوالي فوالو هذا هو عشانه تاع البارح اللي تعشينا به البطاطا هذه اللي درتها بلي بيلون في الكوشه، هي جات مليحه. وشنو هو نوصيكم الغلطه اللي غلطتها انا، شوفوا انا حطيت 120 دوغري، نتوما حطوا 140 ولا 150 دوغري، حطيتها في 30 دقيقه 30 مينوت، حطوا نتوما في ساعه غير ربع ولا ساعه، وكل ربع ساعه حلوا اجبدوا وحركوا بلا ما تطفيو بلا ما حد شيء، حلو برك حركوها خلطوها مليح وعاودوا رجعوا لهذاك الواحد تاعها الباك هذاك اللي نطيبوا فيه. فوالا وجات مليحه، جات على الكيف، حطيت عليها رشه تاع معدنوس، نحطوا عليها شويه قرص من فوق، اي تو الموند اي كونتون. فوالا هذا هو عشانا تاع البارح، هذه هي لا فيديو تاع اليوم. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير وتهلاو في رواحكم، نتلاقى معكم ان شاء الله في لا بروشين فيديو، وديسي لا ردوا بالكم على رواحكم وفي الامان.